جميل. احنا بقى عايزين نتعرف على كواليس كل الانجازات الحلوه دي، تعالوا نعرفها يا حضرات من خلال الاستاذ احمد رشاد الناقد الرياضي اللي منورنا دلوقتي حالا على التليفون. استاذ احمد صباح الفل عليك واهلا بيك في 10 الصبح في الاهلي. صباح الخير يا استاذ كريم، وصباح الخير يا استاذ نهوان، وسعيد طبعا ان انا اكون موجود معاكم في مداخله على قناه النادي الاهلي. اهلا بحضرتك، وطبعا اكيد انت ما تقلش سعاده عننا بالانجازات اللي احنا عمالين يعني نحصرها كده ونفندها مع الناس. الحقيقه مشاركه قويه جدا لمصر من خلال بعثتها المحترمه في الالعاب البحر المتوسط، عايزين نعرف بقى رؤيتك للي حاصل لغايه دلوقتي. طبعا يا استاذ كريم، عايز ابدا يعني في البدايه واقول ان طبعا الرياضه المصريه شهدت طبعا طفره كبيره تحت قياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان في اهتمام كبير طبعا بالرياضيين عشان نشوفهم موجودين على منصات التتويج، وده طبعا اللي شفناه في دوره العاب البحر المتوسط، شفنا العديد من ابطالنا طبعا المصريين موجودين على منصات التتويج. مصر طبعا يعني حققت لحد الان رقم كبير ومحترم في دوره العاب البحر المتوسط، يعني لحد الان 12 ميداليه، 3 ذهب و4 فضه و5 برونز. لكن بقى عايز اتكلم بالتفصيل، يعني عايز اتكلم عن الثلاثه ذهب، يعني اول ميداليه كانت لمصر من فريال اشرف في الكاراتيه، وثاني ميداليه كانت من يوسف بدوي، بالرغم طبعا من الاصابه، وانت طبعا قلته ونوهته في بدايه البرنامج ان هو برغم من اصابته لكن اصر ان هو يحقق ميداليه ذهبيه لمصر. اروح بقى طبعا لذهبيه تنس الطاوله، ودي طبعا ذهبيه غاليه جدا، خصوصا اللي حقق الذهبيه دي من مدرسه النادي الاهلي، دينا مشرف وهنا جوده ومريم الوضيبي. طبعا يعني بالرغم من رحيل مريم الوضيبي عن النادي الاهلي خلال الايام القليله، لكن هي برضو من مدرسه النادي الاهلي، بالاضافه طبعا ان هو الثلاثه دول تحت اشراف الكابتن عادل شومان اللي هو برضو مدرب النادي الاهلي، وده اللي طبعا متعودين عليه من النادي الاهلي، ان النادي الاهلي دايما يعني بيكون داعم لكل المنتخبات في كل الالعاب. طيب انا عايز اروح معاك استاذ احمد برضو، صباح الخير في البدايه طبعا، وعايز اروح معاك للمنافسات والتوقعات النهارده ان شاء الله، لسه عندنا منافسات طويله ويوم عندنا مليء كمان بيعني الماتشات، دي حاجه. النقطه الثانيه، يعني احنا كلنا ملاحظين ان مستوى يعني البعثه المصريه حقيقي تقدم بشكل كبير جدا، وبنتكلم في اكتر من 10 العاب، فلو تقول لي ايه السبب من وجهه نظرك وبخبرتك، ايه السبب في التقدم اللي احنا شفناه بشكل ملحوظ ده؟ هل الاهتمام العام، اهتمام القياده السياسيه، هل اصبح الاتحادات برضو بتهتم اكتر، هل اصبح هناك دعم مادي اكتر؟ يعني خلينا نلمس منك الاسباب الاساسيه هنا. معاكي طبعا يا استاذه نهوان، طبعا زي ما انا قلت ان في دعم كبير جدا، يعني في دعم كبير جدا لابطالنا الرياضيين علشان يوصلوا للي هم موجودين فيه دلوقتي. يعني زي ما بقول لك النهارده في العديد طبعا من المنافسات، لكن طبعا في اثنين لعيبه احنا منتظرين منهم الذهب النهارده او الفضه ان شاء الله باذن الله ويقدروا يحققوا ده. عمرو رضا مصارعه حره وزن 74 كيلو جرام، ويحيى حافظ وزن 65 كيلو جرام. لكن طبعا في العديد من المنافسات، لكن دول بالذات تحديدا اللي ان شاء الله منتظرين منهم الذهب او الفضه، وان شاء الله يقدروا يحققوا ده. في برضه النهارده ماتش مهم جدا، ماتش يعني انا شايف ان شاء الله باذن الله المنتخب طبعا اليد زي ما هزم ايطاليا 38-35 هيقابل طبعا ان شاء الله باذن الله المنتخب الصربي في ثاني جولاته النهارده، وان شاء الله طبعا كلنا عارفين ان المنتخب الوطني لكرة اليد بيضم عناصر مميزة جدا. خليني اروح برضو لحاجة مهمة جدا، كرة الطائرة رجال، يعني منتخب مصر لكرة الطائرة رجال كان انعش حظوظه طبعا في التأهل لدور الثمانية ان شاء الله بعد الفوز على مقدونيا بعد مباراة طبعا كبيرة. النهاردة ان شاء الله بإذن الله هيكون في مباراة بين ايطاليا ومقدونيا، في حالة طبعا فوز ايطاليا ان شاء الله بإذن الله يتأهل تمام منتخب مصر للكرة الطائرة، وننتظر بقى القرعة ان شاء الله بإذن الله لتحديد الفائز ان شاء الله بإذن الله اللي هيواجه منتخب مصر في دور الثمانية.
نأمل ذلك. وزي ما كنت بتكلم فعلا في تقدم ملحوظ جدا في الرياضة المصرية بشكل عام. ولو مش هنتكلم برضو على الألعاب الفردية، لا في ألعاب مختلفة، يعني كنا بنقول على الاسكواش كمان، تنس الطاولة، هنا جودة، يعني غير ان هي كمان لاعبة في الأهلي، هي اعتقد هتبقى مشروع لبطل أولمبي يعني محترم جدا. صحيح. وبالمناسبة كان كابتن محمود الخطيب اتكلم في النقطة دي. على كل حال ان شاء الله هنتابع معاكم، تغطيتنا مستمرة في قناة الأهلي معاكي أحمد. شكرا ليك جدا زميلنا العزيز.